بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم فقط أريد أن أوضح بعض الأمور المبهمة في هذا العالم، عالم الدفائن والأشياء الغالية والباهظة. فيقولون أن الزئبق الأحمر يتواجد في التلفاز وفي الراديو وفي الهواتف القديمة، ويتواجد أيضا في بعض الآلات القديمة كآلات الخياطة وغير ذلك. فهذه فقط إشاعات وخزعبلات من بعض العصابات أو بعض النصابون. فكيف للزئبق، أي المادة الغريبة، لأن الزئبق الأحمر فهو مادة غريبة، يعني لا عين رأت، فقط ترونها كشيء من الخيال، تسمعون عنها فقط، أما لا شخص رآها ولا شيء، يعني شيء مبهم غير معروف. أنه تقول الأساطير أنه يقدر بالملايير وبالملايين وغير ذلك. وبعض الدهماء من الناس يتبعون فقط ما يقال لهم على النت، وما يجدونه في المواقع، وما يسمعونه من بعض القنوات، فيأخذونه على الصحة وأنه هو الحقيقة المطلقة. فنريد الدليل المنطقي والشيء الواضح. أما هذه الآلات أو هذه المذياعات والآلات وغير ذلك، فلا زئبق فيها ولا هم يحزنون، فإنما فقط أكاذيب وخزعبلات استغلها بعض مروج الإشاعات وبعض النصابون من أجل عملياتهم وغير ذلك. أما الزئبق فلا وجود له في هذه الأشياء، وغير منطقي أن يتواجد الزئبق في هذه الأشياء، والشركات المصنعة لهذا الشيء لو كان الزئبق بهذا الثمن لا كانوا هم من أخذوه، لأن الزئبق بدأ يبحثون عنه منذ الحرب العالمية الثانية. أما المذيعات والتلفازات فمعظمها لم يصنع إلا بعدها بسنوات، معظم الآلات والأجهزة لم يصنع إلا بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات. وهذا هو الصواب، والله أعلم.